Sure. أنا لما اترهبنت بطلت حاجات كتيرة جدا جدا في حياتي، ما عدا حاجة ما عرفتش أبطلها اللي هي الضحك. حاجة الوحيدة اللي ما عرفتش أبطلها في أشد الأوقات صعوبة أتكلم برضو بضحك وما خليش المشكلة تسيطر علي. نعم. مخليش المشكلة تسيطر علي. في مشاكل تيجي تحلها بكلمة بسيطة بضحكة بحاجة يعني. لكن واحد يتأزم كده ده يجي له ضغط وسكر وتوصل له بشرية وفرحة في المنزل. خلاص ده بيه من الحاجات دي من الناس اللي ما بتضحكش. لا يعني انت اضحك مع الناس لكن لا تضحك على الناس. فهمت دي؟ طريقة